حيدر. هديك الصورة ما عم تفارق خيالي. نسيتي إنها كانت هربانة منهم وقت ضربناها بالسيارة؟ أكيد عملت لهم شي لحتى لحقوها. يمكن هاي البنت متعودة تتعامل مع هيك ناس بلا أخلاق. بس نحنا مو مثلها، لأنه لازم نحمي سمعتنا واسم عيلتنا يا دعاء. وأنا ما فيني أسمح لأي حدا أنه يتجرأ ويحكي على عيلتنا. حيدر، أنا بحياتي ما رفضت لك طلب، بس اليوم أنا بدي أطلب منك هذا الطلب. غلط كبير إنه نخلي غزل ترجع لحالها بهذا الوقت. خليها تضل عنا ليلة واحدة بس. أنا ما رح أسمح لها تضل هون ولا حتى دقيقة زيادة دعاء. انخطفتي بسببها، كيف بدك خليها تضل هون بعد اللي صار؟ أنا ببيتي ما في مكان لهيك ناس أبداً. عملت منيح حيدر، مثل ما شايفة هاي البنت رح تفيدني، وأخيراً لقيت حدا مناسب لخططي. رح خلي هالبنت تدمر العائلة. تذكروا كلامي. ابني، إذا بتتجرأي تجي على هذا البيت مرة تانية أنت رح تندمي. بهذا البيت المحترم ما في مكان لأمثالي. شو عم تستني؟ روحي من هون. هاد بيتي، أنا بس يلي بيقرر مين بيضل هون ومين بيروح.